وفيها أمر مؤسف حقا، أو هكذا وصفه مرتدو مواقع التواصل. الموضوع بشأن مقطع مصور يظهر انتحار الشاب الإعلامي علي عسل الشمري من محافظة بابل، ويقوم بتصوير نفسه قبل الانتحار. وتساءل رواد الإنترنت في العراق لماذا ينتحر الشباب والفتيات في العراق الجديد؟ أين وعود الرفاهية والحياة الكريمة؟ قصص الانتحار المخيفة لم نكن نسمع بها في العراق بهذه الكثرة قبل احتلال العراق. من المسؤول عن بث مشاعر اليأس والإحباط في نفوس الشباب الطالع؟ نشاهد الفيديو ثم نذهب لقراءة بعض المنشورات التي دونت في فيسبوك كرد فعل على ما قام به الشاب المنتحر علي عسل الشمري. نتابع وإياكم. أنا علي عسل مصطفى الشمري، أكرر، أنا علي عسل مصطفى الشمري راح انتحر. ماكو أي ضغوطات علي، ولا عندي مشكلة ويا واحد، ولا عندي مشكلة ويا أهلي. أنا هاي الدنيا خلصت، ما أريد أخلص من عندها بانتحار. هذا الفيديو راح يصير يم بعض الإعلاميين، خاف يصير شيء باكر عقبه على أهلي، على شيء تحقيق. أي واحد من أهلي ما له سبب، كان من يكون. تحياتنا لكم، مع السلامة.